ازيك؟ كويس. انت في حاجه مضايقاك؟ الدنيا بقى انت فين؟ لا معقوله انت لسه صغير يعني معقوله حاجه تضايقك كده يعني؟ فكك فكك. طيب بص احنا هنلعب مع بعض لعبه وعايزك تقول لي ايه الشكل اللي هوريه لك دلوقتي. الشكل ده دايره ولا مربع ولا مثلث؟ تفاح. تفاح ازاي؟ ده حتى لونها اصفر يعني ممكن تقول عليها برتقانه يعني. تفاحه عادي. طيب تفاحه بس مصفره مفيش مشاكل. التفاحه دي يا سيدي مدوره ولا مثلثه ولا مربعه؟ ها؟ مسكره. عندنا طياره وطياره في الجو فيها 30 راكب. فجاه الطيار معرفش يسيطر على الطياره. وقعت في البحر. هيحصل ايه للركاب؟ هيبلوا. طيب عربيه ماشيه بسرعه قوي على كورنيش النيل العجله فرقعت. هيحصل ايه للسواق؟ هيبل. هنتفرج على شويه صور واول ما تشوفيها تقولي لي ايه دي. ماشي. الصوره دي وردة جميلة في جنينة حلوة قوي. الله حلو جو التفاؤل ده واضح انك اعقل واحدة في قواتك. وجت بنت جميلة بفستان احمر وجت خدت الوردة دي وسمتها وراحت مع مامتها. ايوه. بس وهي على الدائرة طلع عليها راجل بسكينة. ايوه. خدها نصين كده براسها وبعد كده خد الحتة بتاعتها خلاص حطها خلاص في خلاص كيس خلاص كبيرة قوي. اهدي اهدي. ده هرم. الهرم ده عايزين نحطه. هنحطه على جنبه ولا على سنه ولا على قعدته؟ نحطه على الترابيزه. جبنا راجل والراجل ده ما بيعرفش يعوم ووقفناه جنب النيل وزقيناه وقع في النيل هيحصل له ايه؟ هيبل برضه. عندنا مجموعه من العصافير. خضرة ولا حمراء؟ خضرة. العصافير الخضرة كانوا على شجره. شجره طويله ولا قصيره؟ طويله. شجره طويله وكانوا قاعدين في عش. المونتاج ولا خشب؟ خشب. قاعدين في عش خشب. المونتاج غالي فعلا. انت فاهم. الرسمه دي بقى دي شايفاها ايه؟ دي فراشه. فراشه ملونه في جنينه حلوه قوي. جميل جميل. هاي جت الفراشه دي برضك حطت نفسها على الورده. أيوة. وجت البنت الحلوه ام فستان خدت الورده الحلوه التانيه دي. جميل. بعد كده روحت مع مامتها. بس المره دي على المحور. ايوه. طلع عليها راجل برضه نفس الراجل بالسكينه. لا. وقطعها حتت وحطها في كيس بقى كبيره اكبر من الاولانيه. لا. لا. العصفور الصغير وقع على الارض. وقع من الشجره العاليه الطويله دي. وقع مرمخ في الارض التراب. عايز يروح بقى يطير. يروح لمامته ولا يروح لباباه؟ مش هيلحق يروح في اي حته. ها؟ عشان في صياد واقف تحت البندقيه هيصطاد العصافير دي كلها وياخدهم يديهم لام عبده اللي في موقف السيده عائشه. ام عبده بقى هتقلي العصافير دي وهتبيع الخمسه بعشره جنيه بس انا باخدهم منها بخمسه جنيه عشان ام عبده دي تبقى اخت صفاء. صفاء مين؟ لا معرفش. انت نايمه وصحيتي في جزيره. لقيتي نفسك لوحدك واول اسم لوحدي خالص. لوحدك خالص ما معكيش اي حد خالص. معيش لعبي. لا ولا لعبك ولا فساتينك ولا اي حاجه خالص ولا شنطتي ولا شنطتك كمان. وقاعده لوحدك وفي كوخ مهجور. اول اسم هتندهي عليه مين؟ اول اسم صفاء. صفاء. صفاء مين؟ مش عارفه. الراجل اللي ما بيعرفش يعوم ربطنا فيه حجر وزنه 100 كيلو وزقيناه في النيل. هيحصل ايه؟ لمين فيهم؟ للحجر. هيغرق. حلو قوي. الراجل بقى هيتبل. انت كل الناس عندك بتتبل مفيش حد بيموت ابدا ما عدا واحده بس. مين دي؟ صفاء. صفاء مين بقى اللي انتم مدوخيني عليها من اول ما انا اتكلمت معاكم؟ مين صفاء؟ مرات محمود. محمود مين؟